سجلت اليوم الثلاثاء هزة أرضية قوية بدرجة 4.5 درجات على سلم ريشتر على مستوى جماعة سيد المخفي بإقليم إفران، وهي الهزة التي استشعرتها ساكنة آزرو وإفران ومكناس دون أن يتم تسجيل أي خسائر مادية. وحول تفاصيل هذه الهزة الأرضية أكد ناصر جبور مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في تصريح إعلامي أنها قوية نوعاً ما، مشيراً إلى أنه تم تسجيلها في حدود الساعة 10:00 صباحاً. وحسب نفس الخبير فالهزة الأرضية شعرت بها ساكنة إفران ومكناس وأزرو وغيرها من المناطق المجاورة دون أن يتم تسجيل أي خسائر مادية. وأضاف ناصر جبور أن إقليم إفران لم يسجل منذ سنتين تقريباً أي هزة أرضية، مؤكداً أن الهزة الأرضية التي سجلت اليوم تعتبر عادية بالنسبة للمنطقة.